مرحبا بكم بمركز الصحراء للدراسات والأبحاث الميدانية بإقليم أصزاك. فهو عبارة عن هيئة علمية تضم لفيف من الباحثين والأكاديميين، أساتذة وطلابا ومهتمين متعددي التكوينات ومتميزي التخصصات العلمية، ذوي كفاءات مشهود لها بالاشتغال والتأطير الميداني والمشاركة في عدد من الملتقيات الدراسية وفرق البحث والاستطلاع. تعنى الهيئة بموضوع البحث في الصحراء وحولها، وتركز جهودها أساساً على المسوحات الميدانية والتوثيق العلمي والتقني لكل صنوف ومظاهر التراث المادي واللامادي بالإقليم، وكذلك سد الخصاص الدراسي المسجل بشأن عدد من المباحث المعرفية التي ما زالت مغمورة وبعيدة عن المنال والتناول البحثي الجاد. تشتغل الهيئة على مجموعة من المشاريع والمشاريع المفتوحة منذ سنوات، وتجري عددا من الجولات والرحلات الدراسية في ميدان التحري بالمجال المدروس، أبرزها جرد مختلف مواقع النقوش الصخرية بالنفوذ الترابي لإقليم أصزاك الذي يضم 7 جماعات قروية وحضرية. ضمن فعاليات افتتاح المهرجان الدلولي للرحل بتويزغي مساء 20 دجنبر 2019، مركز الصحراء للدراسات والأبحاث الميدانية بإقليم أصزاك استعرض في جناح خاص رواقا هاما لنتائج مسوحاته الدراسية حول جماعة تويزغي الرمث خاصة وإقليم أصزاك بشأن الإرث الأركيولوجي لهما. وإليكم مجموعة من الصور التي توثق هذا النشاط الذي كان ضمن أهم فعاليات مهرجان تويزغي النسخة الثانية 2019.